السلام عليكم شباب، سعيد بلقيكم من جديد على قناتكم وجبة ورسالة الخاصة بألعاب الفيديو وحلقة أخرى من تصميم الشامل لبلاي ديدز انسايد على قناتكم. وسوف نحاول أن نستمر يعني في نفس النهج، نحاول حل الألغاز وكذلك الحصول على كل التروفيات الممكنة، يعني نحاول قدر الإمكان القيام بذلك. إذا الآن وصلنا إلى هذا المكان حيث لدي يعني هذا المقبض هنا يمكن أن نتفاعل معه، ولدي من الجهة الأخرى لدي مجموعة من البشر المغسولين الأدمغة، يعني لسنا ندري ما الذي حصل لهم باعتبار يعني أسلوب اللعبة الذي يعني لا يوجد به كلام أو حكي، يعني فقط أنت ترى الأشياء وتتفاعل معها. بالإضافة لذلك لدينا هذا الصندوق الذي يمكن أن نقوم بتحريكه فقط لوحده، الصناديق الأخرى يمكن القيام بها، وبالتالي نستنتج أنه هو الوحيد الذي سوف نحتاجه لإتمام عملية فك اللغز هنا. لذلك سوف نحاول أن نرى ما الذي سوف نحصل عليه. اوكي، يبدو انه بمجرد ان تقوم بسحب هذا الصندوق ياتون لاخذ هؤلاء، يعني بمجرد ان قمت بسحب يعني منذ قطعت تسجيل الحلقه الاولى وانا اقوم بالتحرك جيئه وذهابا دون مشاكل، لكن بمجرد ان اقوم بسحب الصندوق يبداون في الحركه. معهم طفل صغير. يعني أظن يا شباب أنه اللعبة بشكل أو بآخر تحاول أن تتحدث عن يعني حياتنا وسط المجتمع، يعني المجتمع في أقصى الحالات يعني هو عبارة عن مجموعة من الأشخاص، يعني معظم الناس هم عبارة عن أشخاص مغسولي الأدمغة بواسطة الإعلام وسائل التواصل، ويتم التحكم بهم مثلا من طرف الشركات الكبرى أو مجموعات سياسية كبرى إلى غيرها من الأمور. والأشخاص الذين يمتلكون إرادة حرة مثلا مثل هذا الطفل يواجهون مشاكل في المرور عبر ذلك المجتمع والوصول مثلا لأحلامهم أو أي شيء يعني يريدون أن يقوموا به. وبالتالي أظن ربما أنه بشكل أو بآخر اللعبة تتحدث عن هذا الأمر. اوكي، لاحظوا معي الآن أسلوب التصرف. يعني الآن نتلاعب بالماء بشكل عكسي، يعني لاحظوا معي الآن درجة صعوبة الألغاز. كيف يمكن الآن التصرف واستعمال ذلك الصندوق مثلا لحل اللغز؟ يجب أن أفكر في حل. الآن عندما تقوم بجلب الماء إلى هذا المستوى لن تستطيع المرور عبر الأبواب لأنها يعني يتم إقفالها. بمجرد أن يتجاوز الماء بمجرد أن يتجاوز الماء كما تلاحظون الباب ينفتح الباب. أوكي، إذا دعونا نقوم بوضعه هنا. وأقوم الآن بخفض مستوى المياه وأرى ما الذي سوف أحصل عليه. أوكي شباب، فهمت الفكرة الآن، سوف أقوم بإنجازها. يعني هل يمكن إنجازه؟ هذا هو أول أمر. هل يمكن أن أقوم بسحب هذا الصندوق؟ بالفعل أستطيع سحبه، سوف أقوم بسحبه إلى الجانب الآخر. هل يمكن أن يكون مفيدا يعني أن أقوم بسحبه إلى هذا المستوى مثلا؟ يعني لست أدري هل سوف يكون الأمر ناجحا بهذا الشكل أم لا.
اوكي اوكي يعني استعملت الفكرة الآن بشكل غير جيد. الفكرة هي نفسها لكن ليس بهذا الشكل يجب استعمالها. يجب أن أجلب الصندوق إلى هذا المستوى، يعني فوق هذه المنصة فقط، يعني هنا هكذا. لكن صراحة ممتن للفتاة الغريبة. يعني جعلتنا نستطيع يعني السباحة في الماء دون مشاكل هكذا، ثم بعد ذلك أجلبه إلى حين يصل إلى هذا المستوى تماما، ثم أصعد. إذا هذا هو أسلوب المرور من هنا. ماذا لدينا الآن كذلك؟ هل هذه عبارة عن ألغام مثلا؟ أوكي، لدينا هنا النوع من المختبرات. هناك أشخاص بالأسفل، لا يجب أن أنزل. إن نزلت ربما يستطيعون رؤيتي. ما نوع هذه المختبرات الغريبة هنا يا شباب؟ لست أدري ما الذي يحاولون القيام به. هذه الكرات لا يمكن التفاعل معها على ما يبدو. بالمناسبة لا أرى أي أثر ل للتروفيه، وبالتالي أظن أنه يجب أن نمر عبر المنطقة السفلية، وبالتالي يجب أن أجد طريقة لتفادي هؤلاء الأشخاص، يعني ربما السقوط في مكان به ظل. أوه، ليس عدلا. أوكي، الآن أستطيع التحكم بهم يعني بشكل مباشر. يبدو أن تلك الفتاة يا شباب يعني قامت بمساعدتنا بشكل كبير جدا. يعني الآن نستطيع التحكم بكل هذه التجارب الفاشلة. يعني هذا ما يبدو عليه الأمر، هي عبارة عن تجارب فاشلة. أوكي، لا يمكن أن أصل إلى هنا. ما الذي سوف أحتاجه؟ هل فقط أنا لا أقوم بالحركة بشكل جيد؟ هناك شيء يعني يفلت مني هنا.
اوكي، اظن انه يجب ان اعود لخفض مستوى الماء يا شباب. ذلك الشخص يعني لا يستطيع الحركة وفقط يحاول الزحف قدر الإمكان، يعني هذا ما يحاول القيام به. الآن يجب أن أعود إلى هناك يعني وأقوم بجعلهم يساعدونني على القفز إلى مستوى الماء. هكذا. تلاحظون أنهم سوف يتتبعون الطريق الذي أمر منه بطبيعة الحال. الآن سوف أحاول النزول من هنا. ممتاز جدا، هذه هي الفكرة. إذا الآن دعونا نتقدم. المزيد من الأصدقاء سوف ينضمون، جيد. إذا سوف نحتاج لكل هذه اليد العاملة من أجل تحريك بعض الأشياء ربما. أوكي، أنا مت بينما هم استمروا على قيد الحياة، يجب أن أجعلهم يسقطون قبل أن أسقط أنا. أوكي، لذلك فمن الأفضل أن أجعلهم ربما يقومون بإرسالي إلى الجانب الآخر، يعني هكذا. يسقطون جميعا، ثم بعد ذلك أعود لكي أسقط إليهم، يعني هذه هي الفكرة. لكن إلى حدود الساعة لا أرى التروفي، يعني شوف أخاف أن أكون يعني قد أفسدت الأمر. ليس بذلك الاتجاه. أوكي، تقدم بعض الشيء هنا. لا يمكن أن أفتحه لوحدي، يجب أن أجعلهم يقومون بفتحه. لذلك أظن أنني يجب أن أقوم بجعل المصعد يتجه لأعلى هكذا. أظن أن هناك مخرج بهذا الاتجاه ربما. بالفعل. هل يمكن مثلا أن يوصلوني إلى هذا المستوى مثلا؟ أوكي، لا أظن ذلك، بعيد جدا، بعيد جدا. إذا دعونا ننزل الآن بالفريق بأكمله. هناك سلك أصفر هنا يا شباب. يعني لوهلة كنت يا شباب سوف أقوم بإخطائه، يعني صراحة
أوكي، لا أستطيع يعني تصور أنني كنت سوف أخطئ هذا التروفي هنا. كيف يمكن أن نصل إلى هذا المستوى الآن؟ أوكي، أظن أنني يجب أن أجعلهم يصعدون إلى هنا إن أردت أن أصل ربما إلى التروفي. يجب أن أستعملهم. لا يمكن جلب أي شيء إلى هنا. أوكي، دعونا ننزل ونحاول أن نرى كيف يمكن أن نستطيع أن نجلبهم إلى أعلى. يعني لوهلة يا شباب كنت أتقدم، يعني هذا الذي حصل، كنت أتقدم هكذا وفجأة رأيت هذا الخيط الأصفر المتدلي من هناك. الفكرة الأولى التي يعني راودتني هي أنني ربما أكون أمام، يعني دعونا نقول ربما مثلا أداة تحكم يعني مقطوعة، لكن فجأة اللون الأصفر يأتيني رد الفعل مباشرة. اللون الأصفر هو عبارة عن تروفي، وبالتالي قمت بجعلهم يقومون بجعلي أقفز إلى هناك. سوف أحاول أن أرى هل بإمكاني مثلا أخذ البعض منهم لأسفل والبعض الآخر يبقى هنا. هكذا ممتاز. هذه هي الفكرة، يعني فريق يقوم بجعلي أقفز من الأسفل وفريق يساعدوني في القفز يعني من أعلى. هكذا. ممتاز جدا. هيا يا أصدقاء، الآن دعونا نصل إلى التروفي. ممتاز جدا، رائع. الآن دعونا نقفز. أوكي، والآن ننزل جميعنا إلى أسفل. الآن سعيد، الآن أنا أحس بالسعادة لأنني تمكنت من اكتشاف هذا التروفي يعني الصعب المنال. يعني إذا لم تركز، إذا لم تلاحظ بشكل جيد سوف يفلت. الآن دعونا نقوم بفتح الباب. جدا. من ذلك الشخص الذي يركض هناك؟ تلاحظون معي شخص يركض في ذلك الجانب. هل هو مثلا شرطي أو شخص سوف يحاول مثلا إيقافنا؟ أظن أن رحلتهم سوف تنتهي هنا يا شباب. ما هذا المكان؟ يبدو مثل مستودع كبير جدا. تلك الشخصية؟ أظن أنهم يقومون بتجارب على البشر هنا، ويقومون بتسجيل حركاتهم إلى غيرها من الأمور. هم من هؤلاء ليسوا بشر، إنما عبارة عن تجارب. يعني أوكي، سوف يحاول إمساكي.
فقط يركض. أوكي، الجميع يركض لرؤية شيء معين. هذه هي اللقطات التي ظهرت يا شباب عند الكشف عن اللعبة. إلى ماذا ينظرون جميعا؟ لا نعلم ما الذي رأوه، لا نعلم. دعوهم يقوموا يعني بمراقبة ما يراقبون، ودعونا نرى هل سوف نستطيع يعني الوصول إلى ذلك المكان. يعني انتابني الفضول يا شباب لمعرفة ما الذي يحصل بالفعل هناك في ذلك الاتجاه. الجميع ينظر إلى ما يحصل بالأسفل، ما هو؟ لست أدري. أوكي، هناك سر آخر يا شباب. تلاحظون الكيبل الأصفر يتجه أسفلنا ثم يصعد لأعلى. سوف أحاول أن أرى هل بإمكاني الصعود. أوكي، ما هذا المكان الغريب؟ كبسولة كبيرة جدا. يمكن فتحها؟ أظن أنني الأمر علاقة بتلك الأضواء التي تظهر في الجانب الآخر، لكن كيف يمكن التفاعل مع الأمر؟ هل يجب مثلا حل اللغز بالأسفل ثم الصعود إلى هنا؟ أظن ذلك ربما بشكل أو بآخر ربما يكون لديها علاقة. عندما تشعل ليس تشعل عندما تتم إضاءة جميع المصابيح، حينها فقط يمكن مثلا تدخل إلى هذه الكبسولة وتحصل على السر. أوكي، دعونا نعود. يعني هذه هي الفكرة، يعني هذه الطريقة الوحيدة التي تظهر أمامنا الآن. لا يمكن التفاعل مع أي شيء هنا. تلاحظون لا يمكن التفاعل مع أي شيء. أظن أنني يجب يا شباب أن أقفز وأحط فوق تلك الكبسولة أو تلك القمرة بعبارة أصح.
الجي بالأعلى. ربما أفسدت الأمر، كان يجب أن أقترب بشكل أكبر حتى أوفر لنفسي إمكانية العودة عندما أقوم مثلا بتشغيل التيار، أو مثلا أوكي، كيف يمكن الوصول بهذه السرعة؟ هل يوجد شيء مثلا يمكن الاستعانة به؟ أوكي، الآن سوف يساعدني هذا التيار في الصعود. كما تلاحظون يا شباب. وها أنا أصبح مثل تلك الفتاة. أوكي، ما هذا الشيء الغريب هنا؟ أوكي، هل هذه هي نهاية اللعبة يا شباب؟ لست أدري صراحة، دعوني أتأكد من الأمر. دعونا نضغط هكذا ونرى شارجي. أوكي، قريبون، ليست نهاية اللعبة، لكن لست متأكدا. هل يعني أفسدت الأمر بخصوص التروفي الأخير؟ هل يمكن أن أصل إليه؟ ربما قد أقوم بشيء. سوف أحاول إعادة الكرة من آخر نقطة ممكنة. نقوم بهذا الأمر هكذا شارجي، ونعود إلى هذه النقطة هنا هكذا. إذا يا شباب، لو فهمي البسيط يعني يكون صحيح، السبورة التي نراها أمامنا هي سبورة التروفيهات التي تتواجد باللعبة، ويلزمني الآن حوالي 3 تروفيهات لكي أتمكن من فتح هذه الكبسولة الكبيرة التي على ما يبدو أنها هي التروفي الختامي، يعني السكرت الختامي أو السر الختامي، يعني تحصل عليه فقط إذا حصلت على جميع التروفيهات الأخرى. يعني هذه الفكرة المبدئية التي حصلت عليها الآن من خلال يعني التمعن جيدا في تلك السبورة، لأنه من خلال يعني دراستي لمحتويات اللعبة على ستيم أو على متجر ستيم، اللعبة بها 14 تروفي والسبورة يتواجد بها 13 تروفي. باحتساب هذا التروفي الأخير الختامي الذي يمكن اعتباره كذلك، يمكن القول أن هناك 14 تروفي، وبالتالي الحساب هو هذا كامل، والصبورة بها 3 تروفيهات يجب أن أحصل عليها متبقية. لست أدري هل مثلا أخطأت تروفي في البداية، تلاحظون 5 تروفيهات ناقص واحد، هل أخطأت مثلا تروفي في البداية أم أنها فقط يعني موضوعة بشكل اعتباطي مثلا؟ لست متأكدا تماما يا شباب من الأمر. سوف نستمر، يعني هذا هو يعني والحل الوحيد أمامنا، سوف نحاول الاستمرار. الدليل على ذلك هو أنه هناك الكثير من الخيوط تأتي إلى هنا وليس خيط وحيد، وبالتالي أظن أن هذا الاستنتاج يعني هو الأصح. دعونا الآن نتمم القصة ونرى ما الذي سوف نحصل عليه. هكذا ونحاول النزول. Thank you.
إذا الآن لن نهتم بمسألة يعني تقريب المنصة أو تبعيدها، ليس الأمر مهما، لأننا بدنا نعلم أنه المسألة ليست لها علاقة بالعودة هنا والقيام مثلا بتشغيل أو الكهرباء أو قطعها. الأمر يتعلق أساسا بجمع التروفيهات الأخرى يعني. ومن خلال القصة أظن أنه لازال أمامي، ربما تقريبا قد يكون أمامي بالفعل 3 تروفيهات أخرى للحصول عليها، وبالتالي لس أدري هل سوف تكون هناك إمكانية مثلا للعودة بشكل أو بآخر إلى تلك النقطة. سوف نرى ذلك مستقبلا يا شباب. سوف نحرص على القيام بالأمر بالشكل الصحيح، حتى لو تطلب مني الأمر يعني إفراد حلقات يعني منفصلة يعني لإتمام التروفيهات المتبقية يعني. ليست هناك مشكلة. أظن مبدئيا أنه لازال أمامنا ربما تروفي أو تروفيهين يعني، من خلال يعني دعونا نقول تقدمنا في اللعبة حاليا، ربما تبقى لنا حوالي ربع اللعبة لكي نقوم بإنجازه. أوكي، ها نحن نصل ونقوم يعني بفصل هذه الخيوط. نرى ما الذي سوف نحصل عليه يعني. لعبة غريبة جدا. أوكي، ما الذي يحصل الآن؟ يحاولون أخذي أو إمساكي. أوكي، ما الذي يحصل الآن؟ أوه، ليس عدلا. هل أخطأت بشيء معين؟ لا أظن أنني أخطأت. أوكي، يبدو أنني أتحكم الآن في الكتلة بأكملها. أوكي يا شباب، يبدو أنها كتلة من التجارب البشرية الفاشلة. ما الذي كانوا يحاولون صنعه بكل هؤلاء البشر يعني في هذه الكتلة بهذا الشكل؟ هل يريدون مثلا يعني جعلها تتحكم بحاسوب معين، ذكاء اصطناعي، أو يعني تدير معمل معين؟ لست متأكدا، لست أعلم أي شيء بخصوص هذا الأمر يعني. هذه يعني من الأشياء الجميلة بخصوص اللعبة يعني، كل شيء يعني غامض. يجب أن تفكر، يجب أن تتخيل حتى تحصل على القصة بأكملها. وفي النهاية ربما لن تكون القصة الحقيقية، سوف تكون فقط نسختك من القصة. أظن أنه يجب أن نتفاعل مع هذا الأمر هنا. بوم. أوكي، الوحش يصل. دعونا الآن نقوم بمهاجمتهم. يعني يا شباب، تحول دراماتيكي في القصة الآن يا شباب. يجب أن نستمر باتجاه المعاكس الآن. يعني تمنيت لو أنني أستطيع الآن مواجهة بعض الكلاب وأنال منها. أوكي، لا أستطيع رفعها. هل أستطيع يعني، أوكي، أستطيع تدميرها بهذا الشكل. أنا قادم. أوكي، أصدقائي القدامى ساعدونا. أوكي، هل يجب أن نتجه إلى الجانب الآخر؟ أوكي، يبدو ذلك. أوكي، ممتاز، يساعدونني على الخروج من هنا. أوه شيت، سقوط عالمي يا شباب. أوكي، ما هذا؟ يمكن أن نصعد، يجب أن نبحث عن شيء يساعدنا على الصعود. أوكي، يأتون للتفرج على هذه التجربة يعني. أحاول فهم هذا المجتمع، مجتمع البشر المتواجدين هنا. ما الذي يحاولون الوصول إليه؟ لست أدري صراحة. صراحة يا شباب، تصميم اللعبة، تصميم المستويات، تصميم الألغاز يعني رهيب جدا، رهيب رهيب. ها
هذه اللعبة ربما تستحق دعونا نقول تستحق المئة على مئة في الميتا سكور. يعني ليس هناك ملل بتاتا، يعني في كل مرة تجد أشياء جديدة تواجهها. الآن تلاحظون أنني بدأت أفقد بعض الأجزاء من الكتلة. المدير مات يا شباب. أوكي، يبدو أن الكلاب هي من سوف تقوم بخفض هذه الكتلة المعدنية، الكتلة اللحمية. لا يمكن القيام بالأمر بهذه الشاكلة. هل يجب أن أتفاعل مع الكلاب بشكل أو بآخر؟ ربما أجلب القطعة الخشبية. بالفعل يا شباب، سوف تفيدنا القطعة الخشبية أو قطعة معدنية. أوكي، لا يمكن نصعد فيها بهذه. بهذا الشكل ثم بهذا الشكل. اوكي، جيد جدا. اوكي، الان سقوط حر اخر. يجب أن أتركه ويفتح الباب. دعونا نرى ما الذي سوف يحصل الآن. أوكي، هل حاول فتح الباب لي؟ يبدو ذلك. يحاولون فقط فتح الباب من أجل أن أذهب بعيدا. أوكي، أظن يا شباب أنني سوف أوقف الحلقة هنا ونحاول أن نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة، لأنه الآن وصلنا إلى مستوى معين حيث يجب أن نقوم يعني بالبحث عن حل للغز الذي أمامنا، وبالتالي سوف يتطلب الأمر بعد التفكير إلى غيرها من الأمور. إذا لم تبقى أن أقول لكم شكرا على حسن المتابعة،
أظن أن الحلقة كانت ممتعة بشكل كبير جدا. ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.